يقول مؤرخون إنها الليلة الأكثر برودة في تاريخ الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا، وذلك بسبب الحالة الجوية التي تسود في الولاية في الوقت الحاضر، لكنها في مقابل ذلك كانت أيضا الانتخابات الأسرع إعلانا لنتائجها، حيث كانت النصف ساعة الأولى من التصويت فقط كافية لظهور ذلك الفارق الكبير بين المرشح دونالد ترامب عن بقية منافسيه. الفارق المريح كان تجسيدا لاستطلاعات الرأي التي كانت قد أكدت أن الرئيس السابق يتمتع بتقدم في أيوا، وبفارق واضح أيضا عن بقية المنافسين، سواء حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس أو الحاكمة السابقة بولاية ساوث كارولينا نيكي هيلي. أريد أن أهنئ هيلي ودي سانتوس، كلاهما قضيا وقتا رائعا هنا في أيوا، وكلاهما قام بعمل استثنائي لأنه وفي ظل هذه المنافسة القوية يعد تسجيل المرتبة الثانية إنجازا ليس من السهل تحقيقه. بعد هذه الليلة هناك حسابات مختلفة بالنسبة للمرشح ترامب، سيكون على أجندته ذلك النموذج الذي بات متكررا، حيث سوف يتوجه إلى محكمة نيويورك على أن يعود في اليوم الموالي إلى ولاية نيوهامشير ليباشر الحملة للجولة الثانية. دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا لديه أجندة مختلفة تماما، حيث من المقرر أن يتوجه وبشكل مباشر إلى ولاية ساوث كارولينا لمباشرة الانتخابات هناك، متجاوزا نيوهامشير التي يعتقد أن حظوظه فيها قليلة. وعلى العكس من ذلك تراهن نيكي هيلي وبقوة على أن ما سوف يجعل من حملتها مختلفة هي نيوهامشير. أهنئ ترامب بفوزه، لقد كان مشوارنا حافلا وعظيما، ذهبت وعدت عدة مرات إلى أيوا ولم أفكر يوما في الاستسلام رغم هذا الطقس البارد في الخارج. الحظوظ قائمة بالنسبة لكليهما في بقية السباق، خاصة وأن الرهان الصامت هو على ذلك المسار القانوني المعقد والطويل الذي يواجه الرئيس السابق ترامب، بالإضافة إلى تلك التحديات الانتخابية التي سوف تكون أكثر تعقيدا في بقية الجولات بالنسبة للحزب الجمهوري. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.